عارفين ان كل معلقة صغيرة من السكر بتساوي حوالي 4 جرام؟ ده معناه ان انتوا لو بتاخدوا بس معلقتين كل يوم اكنكم كلتوا حوالي ربع كيلو سكر في الشهر. وده بيعادل تقريبا 3 كيلو في السنة، ده غير الحلويات والسناكس والحاجات اللي بنشتريها من السوبر ماركت اللي مليانة سكر اكتر من كده بكتير. نعرف تأثير ده علينا ايه، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب عشان تشوفوا كل الحلقات الجديدة. مع العلم طبعا ان السكر المضاف ما فيهوش اي فايدة للجسم غير كالوريز على الفاضي، والسكريات الطبيعية اللي موجودة في الفاكهة اكيد افضل بكتير. كمان ممكن تستخدموها كمصدر طبيعي لتحلية العصائر الطازة. ايه اكتر 10 اضرار للسكر على الجسم؟ اول حاجة، السكر المضاف بيعلي نسبة الجلوكوز في الدم جدا، وده في بعض الاحيان بيؤدي لتقلبات مزاجية وتعب وصداع واحتياج اكتر للسكر، ونرجع نخش في نفس الدايرة تاني، فيرجع الشخص ياخد سكر تاني ويحس بتحسن مؤقت، ولكن بعد كده بيرجع الصداع والتعب والتقلبات المزاجية والشعور بالاحتياج لسكر تاني. اما الاشخاص اللي بتقلل السكر اثبتت الابحاث ان هي عندها طاقة اكتر وكمان تقلبات مزاجية اقل. تاني حاجة، أبحاث كتير أثبتت إن السكر المضاف بيعلي فرص الإصابة بأمراض السمنة والسكر والقلب. تالت حاجة، السكر المضاف ممكن كمان يضعف المناعة، ولسه ما عرفوش إيه العلاقة بالظبط، ولكن بعض الأبحاث بتقول إن بما إن اليست والبكتيريا بيتغذوا على السكر، فبعض البكتيريا الضارة لو زادت في الجسم ممكن تكون إحدى أسباب العدوى. رابع حاجة، النظام الغذائي اللي بيكون فيه استهلاك عالي للسكر ممكن يؤدي لحاجة اسمها كروميوم ديفيشنسي. الكروميوم إحدى وظائفه الأساسية تنظيم مستوى السكر في الدم. خامس حاجة، السكر بيساهم في زيادة التجاعيد والترهلات، واللي بالتالي بيسرع الأيجينج بروسيس. وسادس نقطة، أكتر حاجة معروفة إن السكر ممكن يكون إحدى أسباب تسوس الأسنان. سابع حاجة، كمان ممكن يعمل أمراض في اللثة، واللي ممكن فيما بعد تؤدي لأمراض في القلب. تامن نقطة مهمة جدا للأهالي، إن السكر المضاف ممكن يكون ليه تأثير سلبي على تصرفات الأطفال وكمان على قدرتهم على التعليم، وده اتثبت من خلال أبحاث كتير، منهم بحث اتعمل على 803 مدرسة في نيويورك، واللي قرروا يشيلوا أي سكر مضاف وألوان صناعية ومواد حافظة من الأكل بتاعهم في الفطار والغداء، واللي لاحظوا 15% زيادة في المستوى التعليمي على مدار 4 سنين. تاسع نقطة، عكس ما ناس كتير فاهمين، السكر ممكن يكون إحدى أسباب زيادة التوتر في الجسم، وده بيحصل بعد ما الشخص بياكل كمية سكر كبيرة، بيرجع مستوى السكر في الدم ينزل جدا، فبيبتدي الجسم يفرز الستريس هرمونز من ضمنها الأدرينالين والكورتيزول، واللي إحدى وظائفهم تعلية مستوى السكر في الدم عشان يدوا دفع الطاقة مؤقتة، ولكن للأسف كمان بيدوا إحساس بالتوتر. آخر حاجة، زي ما قلنا السكر المضاف ما فيهوش أي فايدة للجسم وبيكون كالوريز على الفاضي، فبيدي إحساس زائف بالشبع، فبالتالي ده بيأثر على تناول أطعمة تانية ممكن يكون فيها فايدة أعلى للجسم، وخصوصا عند الأطفال. وبتقترح المنظمة الأمريكية للقلب الحد من تناول السكر المضاف يوميا ل 100 سعر حراري للسيدات و 150 سعر حراري للرجال، وده بيعادل حوالي 6 معالق صغيرة أو 24 جرام سكر للسيدات و 9 معالق صغيرة أو 36 جرام سكر للرجال، وده على مدار اليوم. انتوا بقى بتاكلوا سكر قد ايه؟ واكتبوا لنا في كومنت تحبوا نتكلم على ايه تاني. يا رب الفيديو ده يكون مفيد، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب شانل عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة.